المحمديه برئاسه السيد الرئيس حسن عنترة. كيرحب بكم في هذه التظاهره بطبيعه الحال اللي هي يعني موجهه للاطفال بالخصوص، واحتفالا كذلك في اطار احتفال باليوم العالمي للطفوله. وهذا النشاط هذا وهذه التظاهر هذه او هذا المهرجان دونك كيضم مجموعه ديال الانشطه. يا فجر لا تنجلي في مهرجاني، تنتشي روحي بنقش الفلوع. يا زهر يا زهر وش كنت ابني مسرحي المحمديه ان نحتفي بالطفل بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للطفوله. كما كتشوفوا اجواء جد ممتعه. الاطفال ديال مدينه المحمديه تفاعلوا معها بشكل ايجابي جدا. احنا مهمتنا هو ان نخدموا هذه المدينه هذه ونخدموا جميع الفئات بمختلف تلاوينها يعني الفئه جميع الفئات العمريه. يعني كما شفتوا ان في الايام السابقه كنا احتفلنا بالمراه، احتفلنا كذلك باليوم العالمي للمعاق، احتفلنا كذلك باليوم الوطني للمعاق، احتفلنا كذلك باليوم العالمي للمسرح، وكله كان موجه للكبار. فرأينا ان كذلك نحتفلوا بهذه الطفوله هذه لان هي من مسؤوليتنا ومسؤوليه جميع الاباء ديال مدينه المحمديه. هناك انشطه جد متنوعه، من بين هذه الانشطه دي يعني لوحات فنيه، عروض مسرحيه، عرض شريط سينمائي، و20 ورشه يعني مختلفه كلها كتستهدف الطفل بالخصوص. غير باش ما ننساش انني نذكر ونشكر الناس اللي تعاونوا معنا. تعاونت معنا جمعيه الوصال في شخصيه الدكتور محمد ديماغ، وكذلك المفتش يعني الاكاديميه الجهويه سي اقليل، تعاونوا معنا في وضع هذا البرنامج هذا، فكنشكرهم جزيل الشكر. وكذلك ما ننساش كذلك رئيس القسم اللي احمد كاهل بطبيعه الحال اللي وقف على تنفيذ جميع هذه البرامج هذه. وما ننساش كذلك نشكر جميع الجمعيات التي كتوعد معنا، جمعيه بلابل السلام، السي ربيع تاور تعاون معنا في الحقيقه، وكثير من الناس تعاونوا معنا في يعني في اخراج هذا البرنامج هذا اللي بحال قلت لكم استهدفنا به الطفوله والاطفال مدينه المحمديه. وما ننساش كذلك الصحافه المحليه اللي ساهمت معنا في
تغطية جميع الأنشطة سواء يعني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أو بمناسبة اليوم الوطني المعاق أو بمناسبة اليوم العالمي للمسرح. وكان حنا من هذه المنبر هذه كنوجه التحية لأبناء المدينة المحمدية، كنوجه كذلك التحية لجميع ناس المحمدية، وكنقول لهم راك المجلس في خدمتكم وصيم مستمر في الخدمة ديالكم إلى أن يشاء الله عز وجل، وشكرا جزيلا. إذا مهرجان ربيع الطفل هو بادرة طيبة كانت من عند المجلس الجماعي لمدينة المحمدية اللي فكر هذه السنة أنه يدير مهرجان ربيع الطفل، من خلاله غادي تم تكريم الطفل وكذلك الاحتفاء به عن طريق أنشطة متنوعة. البداية مع حفل الافتتاح اللي كيف ما شفتوا كان متنوع وفيه العديد من الأنشطة واللوحات الفنية التي أبدعتها أيادي الأطفال. غدا إن شاء الله عندنا صبحيات في الأحياء ديال المحمدية كلها، ستة ديال الصبحيات من تنشيط البهلوانيين والألعاب السحرية وكل الأنشطة اللي كتهم الطفل. هناك ورشات تربوية، غيكون معرض الورشات التربوية يوم الجمعة بساحة مسرح عبد الرحيم بوعبيد، غادي يكونوا 20 ورشة بيداغوجية تربوية موجهة للطفل. كذلك غادي يكون عرض شريط سينمائي في الهواء الطلق موجه للطفل، ومسرحية بمسرح عبد الرحيم بوعبيد. يوم الأحد إن شاء الله غيكونوا السكان المحمدية والأطفال بالخصوص على موعد مع كرنفال الأول من نوعه، كرنفال الطفل اللي غادي ينطلق من الساحة ديال الحسن الثاني مرورا بشارع الجيش الملكي إلى غاية ساحة مولاي الحسن بالبارك. هذه الأنشطة كلها كتعكس التوجه ديال اللجنة المنظمة اللي بغات من خلال هذا المهرجان الربيعي الأول للطفل أنها تحتفي بالطفل وتقدم له يعني أيام اللي كتعتني به وكذلك كتعطوه بعض المتنفس ليه فين يشوف أنشطة كتخصه وكذلك يبدع من خلال ورشات تربوية اللي غتكون في إطار مهرجان ربيع الطفل. فكان نشكر كل الجهات اللي ساهمت في إنجاح حفل الافتتاح وكذلك اللي غتساهم معنا في طيلة أيام المهرجان، ونتمنى إن شاء الله أنها تكون ماشي غير الدورة الأولى والأخيرة، تكون دورات أخرى بإذن الله أحسن وأحسن.